السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعم حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن صحة حديث، ما الحديث؟ اللي هو حديث عن أنس بن مالك قال لما نزلنا على قسطر فذكر الحديث اللي هو يعني فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين. هو الحديث طويل يعني، فسألوا كذا مرة فقال ماذا حدث لهم؟ قلت قتلوا في المعركة. لا أعرف له سندا ثابتا، لا أعلم له سندا ثابتا. عبد الرحمن.